أولا لازم في نقاط مهمة في الموضوع. أولا ليس الأطفال حتى الكبار لابد من التأكد من الحاجة الفعلية للجراحة. مثلا لو أخذنا محور موضوع الكبار الذين عندهم التهابات اللوزتين أو الحلق بسبب ارتجاع المريء، إذا ما عولج ارتجاع المريء فالعملية قد تكون غير مفيدة، فربما لو عولج ارتجاع المريء لاستغنى الشخص عن الجراحة. الالتهابات الحلق بسبب التعرض للمؤثرات وياتي الجراح يستأصل اللوزتين، هذا قرار ما هو صحيح. فلا بد ولا من التاكد فعلا. الالتهابات المتكرره مره او مرتين في العام ليست مبرر لاستئصال عضو يعتبر مثابه خط دفاع اول. اذا لا بد من التاكد فعلا من الحاجه. بالنسبه للجراحه، الجراحه امنه جدا، وهي من الجراحات تكاد تكون اول عمليه يجريها جراح الأنف والأذن والحنجرة في حياته العملية. الآن تعمل جراحة اليوم الواحد، يدخل الطفل في نفس اليوم صائم ويخرج بعد العملية بثلاث إلى أربع ساعات في نفس اليوم. في طرق عدة لاستئصال اللوزتين، في الطريقة الكلاسيكية عن طريق المقص والمعروف عند الجراحين، في طرق الكي الكهربائي، وهذه مشكلتنا الحرارة فيها مرتفعة إلى 400 إلى 800 درجة. في استخدام الليزر، استخدام الليزر جت فترة أعطي دعاية كبيرة أكبر من يعني ما يستحق. فالليزر برضو نوع من أنواع الكي، ودرجة الحرارة فيه تصل إلى 400 درجة. فهو لا يعني موضوع أنه أفضل في الآلام وأفضل في النزيف، هذه ليست يعني للدرجة هذه. في الكي البارد، وهو الآن يتكلم عنه كثير من الزملاء، وهو عن طريق جهاز الكوبليشن، وهو جهاز يستخدم ترددات الراديو مع محلول الماء والملح لإنتاج بلازما، ويحرق بدرجة حرارة منخفضة جدا تصل إلى 40-70 درجة. أنا هنا ليس في مقام إعطاء دعاية لجهاز، وإنما هذه طرق مختلفة. جميل. الفروقات بسيطة في موضوع الألم، موضوع النزيف، نسبة النزيف، موضوع سرعة الشفاء، أغلبها كلها تؤدي نفس الغرض، فروقات بسيطة جدا. بالنسبة لل ما بعد العملية يحتاج الطفل إلى بعض الملاحظات، إعطاء تشجيعه على شرب على التغذية وشرب السوائل، السوائل باردة أول 24 ساعة إلى 48 ساعة، سكريمات والأشياء هذه. والطفل يتحمس في البداية لكن بعد العملية يضعف الحماس، فمجرد ما يبلع الطفل يتخلص من الألم بوجود المسكنات. في خلال 5 أيام بالكثير بعد العملية يعود الطفل إلى وضع ممارسة حياته الطبيعية، بشرط أن يكون يتناول التغذية المناسبة بعد العملية. المضاعفات، أهم المضاعفات احتمالية حصول نزيف، وهذه مضاعفات نادرة جدا. آلام في منطقة العملية، آلام في الأذن وهي آلام انتقالية بسبب تداخل الأعصاب، آلام في البطن بعض الأطفال. أغلب الأعراض تكون بسبب ضعف التغذية، كلما كانت التغذية مناسبة تكاد تكون لا توجد الأعراض أكثر من وجود ألم بسيط. تقريبا هذه أهم المعلومات. موضوع الوزن يزيد، بعض الأمهات يتخوف من موضوع أن الوزن يزيد بعد عملية اللوزتين. الوزن هو، المعلومة هذه ما هي صحيحة، هو الوزن يزيد بسبب أن الطفل ما كان يعني يأخذ كفايته من التغذية بسبب تكرار الالتهابات. مجرد ما تستأصل السبب أصبح الطفل يجد متعة في تناول الغذاء بعد العملية، والعائق الذي كان يضعف الشهية والرغبة لم يعد موجودا. فلكن هل استئصال اللوزتين سبب لزيادة الوزن؟ معلومة هذه من المفاهيم الخاطئة، وإنما يعود الطفل إلى وضعه الطبيعي في التغذية. هل تنقص المناعة؟ هذه معلومة غير صحيحة. في دراسات موجودة أنه تضعف المناعة نسبيا، لكن الجسم مليء بخطوط الدفاع سواء الأول أو الثاني أو حتى الثالث. فغير ذلك بعض الجراحين يسمي اللوز حاميها حراميها اذا كثرت التهاباتها، اصبحت هي ضاره، والضرر يزال عند اهل
قواعد الفقهية وأهل الأصول. فإذا صارت اللوزتين ضارة بتكرار التهاباتها وصعوبة تحملها للميكروبات فاستئصالها أفضل، فلا بد من إزالتها. فلا بد من إزالتها. جميل.